شباب لا تنسون الشحن من متجر فاكس، اوكي؟ اختر لغتك واختر عملتك واشحن لعبتك بافضل العروض وارخص الاسعار، اوكي؟ الرابط راح تلاقونها في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. اوكي اليوم راح نتكلم هل لعبة اباكس ليجند موبايل مهتمة بلاعبينها وبمجتمعها، او بالاحرى هل شركة EA او ريسبون مهتمة بلاعبيها او مجتمعها او لا. اوكي اول شيء يا شباب، بالنسبة للناس اللي ما عندهم اللي كانوا شحنين الموسم الاول يمكن يذهبون الى البريد اللي يخصهم على اللعبة، راح يحصلون 50 قطعة ذهبية سانديكيت جولد بالاضافة الى باكيج مجاني ايضا زي ما وعدتنا الشركة سابقا، يعني قبل التحديث انه راح توفرنا هاد الجوائز يعني باذن الله بعد التحديث مباشرة بالنسبة للناس اللي شحنوا الموسم الاول، يعني كتشجيع من الشركة. ولو انه هي 50 بس احنا المرة الجاية نريد 500 و100، اوكي يعني ما يخاف نستاهل عادي. ثاني شيء يا شباب اللي حبيت اتكلم عنه، هل فعليا الشركة مهتمة بلاعبيها او بمجتمعها او لا؟ واكيد بعدها راح اترككم مع التجربة للشخصية، لاني عارف انكم كنتم منتظرين التجربة لهذه الشخصية اللي ما شاركت معكم طريقة الحصول، اما التجربة فما شاركتها معكم. باذن الله راح اترككم مع ايضا جيم بلاي كامل مع الشخصية، اوكي؟ والجيم بصراحة والله رهيب رهيب يا شباب. المهم اللي حبيت اتكلم عنه ايضا يا شباب هو فيما يخص هل الشركة مهتمة بلاعبيها او لا. يعني انت تعطي فيدباك للشركة الاساس انها تصلح امور، لكن اللي عجبني بصراحة في شركة EA او حتى في المجتمع العربي، يعني شوف يعني حتى بالسيرفر العربي على الديسكورد العربي، يعني هذا الخبر رسمي بالنسبة للناس اللي تستخدم قفزة الارنب او الباني هاب او مش عارف كيف يسمونها يا شباب، بصراحة انا تعبت نفسي بصراحة يا شباب، يعني لما صادفهم بالجيم وربي يعني لا تجيب عليه طلقة صدقني والله ويكون اي مكلايزر يا اخي، يعني اذا شرد مستحيل يعني توصلوا اذا ما تسويها نفسه، اوكي. ثاني شيء يعني هي مش حركة نظامية اكيد، يعني زي ما ذكر الادمين او الممثل العربي للشركة او يعني حتى من اعلى الشركة فيما يخص ايضا حتى السيرفر الرسمي، اوكي، او الاجنبي نفس الشيء ونفس الكلام. فبصراحة الناس يعني صارت تعاني، اوكي يلعبون، انت تدخل جوال ضد محاكي، يعني حتى الناس تلعب ضد محاكي يعني ما عندهم سيرفر يخصهم، وتلعب مع ناس ايضا يلعبون ايباد وكل شيء، فانت يعني انت الخاسر الاكبر ببساطة، يعني انت مستحيل بحلمك يا حبيبي انك توصل بريداتر، مستحيل يعني بهذه الاشياء. لكن يعني حتى لو تلعب صدقني لو تلعب يوميا وتلعب بكل ساعه وبكل ثانيه وصعب اذا تصادف الناس كثير او لاعبين كثر بهذا الشكل، فانت اللي راح تعاني وانت الخاسر الاكبر. هذا يعني رايي الشخصي، وانا الشيء اللي صادفته بالجيم انا اتكلم عنه. انا مره سقطت يا اخي، شفت كيف وصل عندي وربي اني شاهدت مكاني كيف يا اخي سرعه، والمشكله انه ما يضيع الايم، هو ما يضيع الايم بس انت تضيع الايم، انت تضيع الايم، مستحيل انك يعني تثبت عليه الايم بصراحه. ليش؟ لانه سرعته رهيبه يا اخي، حتى لو تسوي حساسيه مليار يا اخي على اساس انك ما توصله بصراحه. ويستدير المشكله انه حتى يستدير، فاتوقع اني يعني هذه الحركه لو الشركه تشيلها احسن من انه تعطي لها نرف، اوكي. والله اتمنى انه الشركه تشيلها فعليا، اوكي، لانه مش طريقه رسميه. وهنا الأجدر أني أجاوب على السؤال، ليش الشركة هل هي مهتمة بلعبها وبمجتمعها؟ فحتى على السيرفر الرسمي الأجنبي اللي يخص اللعبة نفس الشيء، كيف ذكروا؟ شوف ركزني بالكلام زين، لقد لاحظنا، يعني احنا مش وصلتنا يعني تبليغات او تعليقات او لا، انما الشركة هي اللي لاحظت، يعني من الفيديوهات اللي جاي تلاحظ، وبصراحة يعني الهنود هم اكثر الاشخاص اللي انا شاهدتهم يسوون هذا الحركة، يعني هم نزلين حتى شروحات عنها، اوكي. فالشركة ذكرت انها لاحظت، يعني انا اتوقع يعني لو الشركة تستمر بهذا الشكل فاكيد انه اللعبة راح تنجح بنسبة كبيرة وبنسبة مليار بالمية، وما راح تحكم عليها بسنة او بسنتين، اوكي، اكيد انه يعني عفوا مش بشهر او شهرين، اكيد يعني بعد سنة سنة ونص حينها يمكن انك تحكم على اللعبة هل هي الحين في الطريق الصواب او لا. لكن مبدئيا انا اتوقع ووجهة نظري انه الشركة في الطريق الصواب والصحيح،
لانه بدون تبليغات بدون تعليقات بدون اي شيء الشركه لاحظت هذا الموضوع، شاهدت انه تعليقات الناس بالمقاطع ديك هي يعني الناس متضايقين اكثر من هذه الحركه، فمباشره يا اما راح تبلعها نيرف يا اما انها تشيلها بشكل مباشر، واتمنى انها تشيلها بصراحه. شباب اللي يوافقني لايك للمقطع، اللي ما يوافقني لايك للمقطع، اوكي؟ حتى ان شاء الله تضيعون الايم، كل شخص يسويها ان شاء الله يضيع. اوكي والله امزح شباب، لكن والله اتمنى انه يعني كل شيء يكون نظامي باللعب او بس يعني حتى نستمتع اكثر. المهم ما بقى لي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، اترككم مع الجيم بلاي بالاضافه الى تجربه شخصيه متقن اللعبه، يعني شخصيه بنت بس سكين ولد متقن اللعبه، كان سووها متقنه اللعبه واحسن. المهم راح اترككم مع بقيه الفيديو شباب، لا تبخلوا عليه بلايكاتكم ومشاركه المقطع، واستمتعوا يا شباب وبس، نلتقي في الشرح او الحلقه القادمه بحول الله. يلا سلام واستمتعوا مع بقيه الفيديو، اعطونا تقييمكم شباب في التعليقات، هل انتم موافقين انها تنشال الحركه او لا؟ اوكي يلا سلام واستمتعوا. شيل باتري هير. I'm the new kill leader. I'd rather be looting, but if they insist. Reloading! Hey, amigos. These dudes aren't with us. Watch yourself. There's another squad attacking. Hidden treasures don't stay hidden from my eyes. Barrel stabilizer here. Level 3. Reloading! Fortress good. Got my enemy here. Care package being delivered. Hey, I'm in contact. Get out of here. There's another squad on us. Enemy down. Hey, amigos. Contact the target. It's fine. I'm taking shots. Really? In view of the enemy. No. Getting shot at. Reloading. Reloading. Need to recharge my shields. Taking fire. Healing. Replicator. Recharging my shields. Down that one. Getting shot at. I'm taking shots. Shooting at reloading. Me. Down another one. Taking fire. Oh, no. Someone will find enemy here. Ultimate is ready to go. Reloading. Recharging my shields. Stock here. Level med kit here. Healing. Okay, we're all over the map. Reloading. Recharging my shields. Enemy here. There's another squad on us. Enemy here. Dropping like flies. Whole squad down. Let's explore this way. Knockdown shield here. Level 3. We're close to the ring. Extended heavy mag here, level 3. Recharging my shields. My shop offers all nearby loot at my favorite price. Absolutely free. Enemy here.
Let's see enemy here. Round 3. Beginning ring countdown. We're outside the ring. Awesome. Means I can... Enemy, let's see what we have over here. Alternates ready to go. Enemy, let's see what we have over here. Reloading. Enemy here. Getting shot at. Open. You're in their sights. Reloading. Need to recharge my shields. Enemy here. Opening fire. We're spread out a lot. Watch your path. Reloading. Reloading. The Minot and the ring's right there. Enemy down. Firing. Hidden treasures don't stay hidden. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.